وللقاء المزيد من الأضواء يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الكاتب والباحث السياسي الكويتي مشعل النامي. سيد النامي، بداية نرحب بك شاكرين حضورك هنا معنا في استوديو مركز الأخبار في مملكة البحرين. كما تعلم ويعلم الجميع، الآن الاحتجاجات الإيرانية يعني اجتازت أسبوعها الثاني، والآن وصل عدد القتلى إلى 6 قتلى حتى الآن. هذه الاحتجاجات لم تأتي من فراغ، هناك أسباب ومسببات لها، هناك نواقص وأيضا تقصير من النظام الإيراني أدى إلى احتجاجات اشتعلت في معظم المدن الإيرانية ما أدت إلى هذه التطورات. أنتم يعني محللين سياسيين، ككتاب، كقراء، كيف تنظرون إلى هذا المشهد الإيراني؟ أظن أن عدد القتلى ربما في السجون بلغ 6، لكن عدد القتلى على الأرض الذي أعلن التلفزيون الإيراني أعلن مرتين، مرة 9 ومرة أظن 12 أو 11 قتيلا، بمجمل يمكن 21 قتيل. فربما يكون عدد القتلى داخل السجون 6. هذه الأوضاع، الوضع بشكل عام، يشير إلى أن هناك مشاكل داخل إيران يعجز النظام عن حلها، وأدت هذه المشاكل إلى الانفجار. والانفجار المشاكل بهذا الشكل طبعا يدل كما ذكرنا على عجز النظام عن حل هذه المشاكل والتعامل معها، وهي سبب لجوء النظام للتغلغل في دول الجوار والتمدد ليحمي نفسه في الداخل، وليحاول أن يوحد صفه، فيثير دائما بعبع أن هناك عداء وأن هناك أطراف تستهدف النظام الإيراني أو تستهدف إيران أو تستهدف الدولة. كما أن هذه الاحتجاجات تشير بشكل واضح وصريح إلى رفض الشعب الإيراني للتدخلات الإيرانية أو تدخلات النظام الإيراني في دول جوار وعلى رأسها سوريا، ودعم ميليشيات إرهابية من ضمنها ما يسمى بحزب الله وغيره. فأعلنت احتجاجات طوال فترتها بكل صراحة رفضها لبقاء هذا النظام، ورفضها للدعم الذي قدمه هذا النظام لهذه الميليشيات الإرهابية والجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب السوري والتدخلات ودعم الإرهاب في البحرين وغيرها من الدول. نعم، هي ليست المرة الأولى التي يعني تظهر فيها هذه الاحتجاجات الإيرانية. ربما هناك في عام 2009 حصلت انتفاضة، وهي الانتفاضة الخضراء، ولكنها يعني قمعت شر قمع. ربما 2009 يختلف الوضع قليلا. 2009 حصر على بمدن قليلة، طهران وبعض المدن الكبرى. الآن نحن أمام أكثر من 70 مدينة، والبعض ذكر أعداد أكثر من 110 مدن. فمن 70 إلى 110 مدن التي تفاوتت بها هذه الاحتجاجات، عدد أكبر بكثير من العدد السابق أولا. ثانيا، أن الانتخاب الاحتجاجات الحالية من الطبقة المتدنية أو الطبقة الدنيا في المجتمع الإيراني والطبقة الفقيرة. أما الاحتجاجات 2009 كانت الطبقة، خلينا نقول، النخبوية أو المتوسطة والعليا، اللي كانت مطالبهم انتخابات، ولم تكن تطالب بإسقاط النظام، وإنما كانت حول الحكومة وتزوير انتخابات، وتريد دخول الحكومة وأن تكون جزءا من النظام. الاحتجاجات الحالية تطالب بشكل صريح، رفعت شعارات الموت لخامنئي والموت لروحاني وإسقاط النظام وتغيير النظام، وطرحت 9 مطالب أبرزها كان تغيير النظام برمته، وتغيير الدستور الإيراني، وإزالة أو إبعاد مظاهر الدين أو يعني الدولة الدينية والثيوقراطية التي يحكم بها النظام الإيراني، بالإضافة إلى التوزيع العادل للثروة، ومطالب ربما لم تكن نخبوية أو لم تكن انتخابية أو محصورة بتزوير انتخابات كما كان في 2009. الآن في سياق ما ذكرته سيد النامي، في ظل هذه المطالبات، يعني كيف يعني تنظر إلى توجه مسار الأحداث في إيران؟ أظن أن ربما تمر الأمور في فترة هدوء. من بداية الأحداث ذكرنا في ربما بعض القنوات أو بعض التحليلات الإخبارية أن عدم وجود قيادة واضحة لهذه الاحتجاجات هي سلاح ذو حدين، ربما يقويها بعدم اتهامها بالانتماء لأطراف أو وجود أطماع لها، لكن يضعفها من ناحية أخرى أنه لا يوجهها لتحقيق الأهداف
المنشودة والتي تتمثل أو يعني أولها إسقاط النظام. ربما يكون هذا هو السبب. أظن أن هناك مرحلة استراحة لهذه الاحتجاجات أو إعادة حسابات، ترتيب حسابات وإعادة تقييم للوضع وإعادة تقييم لردة فعل النظام. أظن أن الموجة الثانية إن حصلت ستكون أقوى بكثير من الأولى ومدروسة بشكل أكبر، كما حصل في أكثر من دولة في دول أخرى. برأيك ستستمر هذه الاحتجاجات أم أنها فترة مؤقتة؟ أظن أن الوقوف فترة مؤقتة وأن الاحتجاجات ستستمر، وهو المآل الطبيعي. سقوط النظام بهذا الشكل وانفجار الوضع الداخلي هو المآل الطبيعي لنظام قمع شعبه ووزع ثرواته في الخارج وعاش مرفها في حين شعبه يعيش تحت خط الفقر وعجز عن توفير أبسط سبل الحياة الكريمة لشعبه وترك الحبل على الغارب. والأزمة التي أدت لانفجار الأوضاع هي وجود إفلاس بعض البنوك وإفلاس مجمع سكني في مدينة مشهد. كانت 120 ألف أسرة إيرانية قد وضعت يعني مدخراتها في هذا المشروع على أمل الحصول على رعاية سكنية أو على مسكن، وتبخرت أموالهم وذهبت أحلامهم، أصبحت سراب، مما أدى إلى انفجار الأوضاع في ظل عدم أو في ظل عجز الحكومة عن حل هذه المشكلة. هذه أحد المشكلات التي أدت إلى عدم استحمال الشعب الإيراني لهذه المشاكل التي عجز النظام عن حلها، والتي أوضحت أن النظام أوهن من بيت العنكبوت حيث عجز عن حل هذه المشاكل، وكان يسوفها بأن يخلق مشاكل خارجية ويطالب الشعب بالصبر والتماسك لأن هناك مشاكل خارجية وعدو خارجي. نعم، إذن الكاتب والمحلل السياسي الكويتي مشعل النابي، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا هنا في مركز الأخبار في مملكة البحرين. شكرا لك.